السلام عليكم جماعة الخير، إن شاء الله تكونوا بخير، صحتكم لاباس. الله على البنات، هبلتوني جننتوني، ديري لنا الولاد. الولاد راكي حاقرتهم، ما راكيش تجيبي لنا موديلات الاولاد. ايوا اليوم سبيسيالمون بديت لكم ديجا لايف للاسبوع ديريكت. رانا هنايا في الموديلات، راهي بزاف عديده هنا. غادي تشوفوا حديقة الحيوانات الجديدة، حديقة الحيوانات فيها بصح اليوم راح حاضر معنا واحد الحيوان سبيسيال. هو اللي يغلب كاع في الغابة، هو اللي يغلب في الغابة. زهرة واعرة وشباب، ديكور تاع شباب. انا اليوم غادي نديره الترند تاع اليوم ما شاء الله، واحد الموديل عجبني بالبزاف. دونك البنات طلعوا معنا احواجهم، صباح نقا احواجه او صيه او غادي نبدو اللايف. غادي نبدو اللايف. هيا البنات طلعوا لنا لو لايف لو ماكسيموم. هيا الشيرات طلعوا لنا لو لايف هكذاك. نبدو اللايف تاعنا على 250، نبدو 250 باسكو كاين الاسد وكاين الحيوانات الاخرى اللي راهي حاضره معنا، وكاين ماركات عالميه راهي حاضره تاني. هيا 250 نبدو. هيا بسم الله انا 180. هيا البنات شوفوا راه يطلع لينا، ها هالنمر راه يطلع لينا، ها راه ضارب فيه الرعد، ها حوجه راه ضارب فيه الرعد. هيا الشيرات، هيا نيوما قلت لكم غادي تكونوا نتوما الاوائل اللي غادي تشوفوا الموديلات ملبوسه وتشوفوهم تاني على الحقيقه تاعهم. الحقيقه تاعهم غادي تشوفوا الحقيقه بيان سور تاع التيسويتو، غادي تشوفوها بلي احلى واحلى وافضل. صاي دونك انا ما ندير لكم لايف ونقول لكم حاجه شابه غير ما تكون حاجه شابه وحاجه نوفو موديل. رانا 205 هي البنات، 250 نبداو نوري لكم في لي موديل. اي من فضلك الاخت وفري لنا لي غوب عراض تنلقاهم ما شيغي. الا عندكم دي موديل بحثوا لي قولي لي. احوجت لي مو احوجا وقفوا تليموه. هي 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 قفوه. الله يبارك طوب، ربي يبارك لك في رزق، الله يسلمك ما شيخ حمبوك. دخلينا بيول تاع النمر ان شاء الله. يا صاير انا 260. هيا نبدو بسم الله. دونك نبدو باول الموديلات. غادي نوري لكم اليوم التشكيله تاع الاولاد، تشكيله راقيه، تشكيله جديده، تشكيله حلوه. ما كاش غير النموره والاسود، حتى الدباديب دخلنا لكم. ها الدبدوب راه هنا ثاني، راه قايس روح ها دير بوني البرد جا. ها شوفوا ها الدبدوب، ها الدبدوب. اي دروك شوفوا غادي الشيرات نوري لكم تشكيله اليوم. هنايا هذا تاع الكتان الفيرساتشي، ما جبت لكمش انا بزاف الفيرساتشي، جبت لكم بس الالفي. بون الى عجبكم الفيرساتشي، الفيرساتشي جي بلو سامبل والخدمه تاعه جايه متقونه. شوفوا حتى كي يتبلع هنايا راكم تلاحظوا، حتى كي يتبلع مشي وحده هنا وحده هنا. شوفوا الاخر، شوفوا لا بريسيزيون تاع لو موديل. شوفوا لا فينيسيون، شوفوا هنا راهي كلشي يبان لكم. لا دوبلور نتاعه فيه دوبلور، ها فوالا. هنا كاين بليزيور كولور تاع الفيرساتشي، غادي تشوفوا بزاف لي كولور نتاعه. اولا شوفوا الظهر تاعه كيفاش يجي، هنا تجي هذه مرسومه هذه، وانا شوفوا ستيل جديد تاع هذه الكتبه فوالا. وعندك البونطالون يجي لاطوال كوم سي بلاطوال، يجي ما كلاسيك ما سبور، يجي كلاسيك سبور للصحاب اللي ما يحبوش تجين بزاف واللي يبغوا يبدلو. فوالا البنات هادي كوم دوزيام كولور، كاين تاني تخوازيام اي كاتخيام كولور صح. هاي لا هادي شابه بزاف تاني البلو. البلو يبقى حب الجماهير، محبوب الجماهير الازرق. ها فوالا بالدوغي، الدوغي تاعه ماشي هذاك الدوغي اللي جاي نسواني، الدوغي تاعه جاي نورمال يتلبس. شوفوا كاع ماشي باين فوالا. شوفوا هذا الفيغ تاعه صراحه الالوان كلها جميله، يعني لو كان نروح للمحل ما نلقاش هذه ندي هذه ما تغيضنيش، ما نلقاش هذه ندي هذه ما تغيضنيش. كل الالوان جميله جدا ومتعوب عليها، يعني تفصل ما شاء الله. فوالا هنايا غادي نروحوا للدوزيام موديل اللي راه نورمالمون متوفر عندنا في المحل. هذا راني وفرته لكم مي بويسكو طلعت لاسطنبول افون الوقت اللي حطيت فيه السلعه، دونك ما شفتهش ميم با، شفته غير في لي زيشانتيون الاولى. هذا الموديل راه متوفر في المحل، هادو الوان جاي فيه الوان بزاف، نوفو موديل كاوي امبيرميابل.
شباب فيه دوبلور من الداخل وخفيف للصيف وللربيع. فوالا دوزيام لوغو اللي هو هذا الفيرساتشي هنايا، ثاني حاجه جديده. شوفوا الجيب تاعها ما كبير مع، وهنايا رانا درنا كيما قلتوا لنا نتوما لا ديرنيغ فوا راكم عاقلين، النوار بالبلون، ودرنا البلون بالنوار مثل ما كانوا باغين الزبائن تاعنا. لان صراحه النصائح تاعكم وكاع كاع ناخذوها بعين الاعتبار. فوالا هذا الدوزيام موديل. ثروزيام موديل اللي هو الالفي في المارون، ملك الماركات الالفي هو والفيرساتشي يقعدوا ملوك الماركات. فوالا هذا هو البنات، هذا راه متوفر في المحل نتاعنا في وهران وفي سطيف صاي شيرات. فوالا دونك نروحوا للثروزيام موديل، حاجه جديده في الكاوي اللي ما تبغيش الماركات. هنايا كوم باغازار سودانمون طاحت باللي فيه لي ستار، سما داك نتوما ستار كيدز زيون، راني جبت لكم موديل تاع ستار. فوالا ان ستار كيدز بالدوتشي غابانا، شوفوا فوالا هنايا هذا اللي ما يحبوش الماركات البنات. لازم لك ديري لنا حل بخصوص سرعه الرد، احواجني خايفه يخلصوا لا ما يخلصوش عمري. فوالا البنات شوفوا حتى هذا فيه المارون فيه الموطارد، بزاف شباب البنات، هذا بزاف شباب تاني اللي ما يحبوش الماركات. كاين ناس يحبوا الماركات وكاين ناس ما يحبوش الماركات، دونك اللي ما يحبوش الماركات ننصحكم بهذا الموديل، جاي سامبل وجاي بور غارسون، جاي فيه النجوم ولي غارسون تاعنا هادامك ما يبغوا، يبغوا هاد لي فيست الخفاف اللي تكون. شوفوا لي فوتو تاعهم البنات بزاف شابين. ها فوالا البنات شوفوا الموديل هذا روعة ما شاء الله. شوفوا دوتشي غابانا هذا، فوالا هذا لا كولور الاولى، لا كولور الدوزيام. صاير انا حكينا مع متشير هذا باش ما تزيدش دير له المناقيش، كليات سالوني على ليش عم تحط له مناقيش، تحسب ولدي دليل مشاكل حوايج. اي المهم هذا الشيء بروميير موديل، فرجيون هذا الله يخليك. ايه صور الالفي وال ودود على تقلقت وشريت لهم جيم. علاش ما شيغي شريتي لهم هذا الفيرساتشي الشيرات شباب؟ الفيرساتشي يجوز يكون احلى من الالفي انه بلو سادة اكتر. شوفوا الشيرات تاع الشباب تخي بيان. فوالا البنات دوك تشوفوا لي دوزيام موديل تاني. بون طلعونا برك اللايف تاعكم تاعنا الماكسيموم، على بالي بلي جيتكم وقت تاع ثلاثه راكم تخرجوا في ولادكم وكاع، مي باش هكا كيقضني الوقت نوري لكم شعل من موديل. هذا الفيرساتشي البنات شوفوا شعل شباب، الفيرساتشي بزاف شباب. هلا الالفي بزاف تاني شباب، لويس فيتون، وكاين تاني نوريكم واحد اخر. لاش تاعهم من 3 سنوات حتى ل 14 سنه، ياك العام اللي فات تعقلوا كي قلتي لنا هدى كبري لنا 14 لباس، يلبس اكثر 14 مو يلبس على حسب الحجم. 13 14 من 3 سنين حتى 13 14 البنات. هذه التشكيله الاولى اللي راني نوري لكم فيها، هذا الموديل هذا تاع الاسد تاع النمر هذا كنتوا ديجا شايفينها عندي، ثاني ما يتمنش ما شاء الله، موديل شباب بزاف. لاكاليتي تاع السكاي راكم تشاهدوا فيها كيفاش دايره، منعيا كي نقبش فيها وكي ندير لها كيما هاك هاكا كنبغي نجي نخسر وما يتخسرش. ها شوف ها, ها. ما يتقشر ما والو، مام هذا الشيرات عندكم ها نبغي نسي هكا. شوفوا بطفالي راني نزير، راني نزير بخاطش عليها، انا نقولهم دائما ولادنا ما يخلو حتى حاجه فهمتوا، صوف لا غسلتوها في الماشينه ب يعني بال... ما بتروح يعني حتى لو بالماشينه. لا احنا عندنا ماشينات لافي شويه احنا عندنا شويه ماشينات لافي تاعنا راك عارف، هاي راه يقول لكم بالماشينه لافي الحاميه وما تروح شيء ها على هذا المانتا. نوري لكم ثاني موديل ثاني. شوفوا هذا شو شلون الموديل هذا الدراغون مو يلا هذا الدراغون ثاني لون جديد للدراغون اللي شو هو البوردو. دوك يجبد لنا الدراغون هذا تاع دراغون بول صاي شيرات، هذا تاع دراغون بول ها ولا في النوار، في النوار في الجري، وكاين ثاني تاع البوردو سيو ثاني نقلعوا هذه الله ما تروح
والله ما بتروح، بدي أتأكد بس. يلا الله ما تروح قاع، ما بتروح. آه ما شاء الله بنتورة لافاب، دليلها لافاب حواجة بني بوردو. شوفوا هنايا، شوفوا تاني هنايا فينيسيا. بيعجبني لما يكون هون بريسيجن يعني. الله مليح ما شاء الله. فوالا دونك هذا النوار تاع البوردو، البوردو هو الجديد مو الوغ. البوردو جديد، الماغون النوار الغري والفير، الله يبارك. خمس الوان ما شاء الله، اي ما شاء الله كثير الوان، باش تعرفوا بلي حاجه شابه على حاجه. يعني لما تلاقيتيش اللون هذاك تلاقي اللون هذا. هذا الموديل تاني جديد، هذا جديد، هذا تاني ما نشرته هنا، عم يشوفوه هنا الاول شيء. هيا الزبائن ستار كيدز راكم تشوفوا فيه نتوما الوالي. ها مالا شوفوا الشيرات، البت من اسطنبول، شباب بزاف. هذا الكواليتي تاعها رائعه جدا. اه ما شاء الله، حاجه جديده. حبيت اللون الازرق اللي تجينا، تغيير شكل، تغيير شكل. نزلنا الجي كثير متناغم يعني مع البني. شباب الله يبارك، ضرب فيه الرعد. ما تعيطوليش في الواتساب الله يرضى عليكم. جمعت الخير. الوغ هنايا البنات راكم تشاهدوا في الموديل هذا الجديد، دوك نوريه لكم دوك تشوفوا. اربع الوان جاي، بس الواقع احلى. الواقع احلى من الصور بكثير كثير. شوفوا شوفوا الشيرات هذا، هذا الموديل ملبوس عند كولا فيست بلا اللبسه. بزاف شباب. اه هذا شباب بزاف، روعه. انا هذا حبيته. هاي اللون الثاني حبيته، هاللون كل الالوان جميله. طريقه جديده بالصوره، ايه حطيناه ملون، كنا من قبل نحط ابيض او اسود. يعني شو ما فهمتش؟ هي كاوتشوك يعني ما تروح. لا لا ما تروح كمان، هي ما تروح. يعني سابقا مثلا كنا نستخدم طريقه، كنتوا تستخدموا كيما هكاك شغل. أيوة. شويه ايوه. عم تجينا صوره كامله معالجه حراريا، طبيعه حراريه، حتى لو شو ما صار ما تروح. الله يبارك. عندك الوان، راكم تسمعوا الشيرات. السيد راه يقولكم بلي هاد اللصقه داروها جديده، عفسه جديده ما تروحش. شو نخبشوها شويه، والو والو، زعما درت الطفار كبار باش هكاك باش نسي ندير والو. ما شاء الله. الوغ البنات هنايا راكم تشاهدوا في لاكاليتي تاع السكاي ما شاء الله، ماشي من هذاك السكاي اللي تقشر. الجيوب عجبوني، الجيوب تاني جيب حاجه جديده. شوفوا البنات هاولا كل شيء حاجه جديده. هذا جديده فوالا، بزاف شباب. هذا في اربع الوان تمام. وشو كمان عندنا الجديد؟ هذا صوره هم عندنا الجديد، هذا جديد. البنات طلعونا لو لايف لو ماكسيموم. اه هنايا غادي نروحوا للاسد ملك الغابه. هذا ملك الغابه هبلني التيسو تاعه، هذا ما جايش امبيرميابل. شو الفرق بين هاد وهاد؟ بدي اعرف بس الفرق بين هاد. ايه هذا الماش بيجي اسمك شوي، اسمك صح. هذا مطبوع، هذا لانه مطبوع بيجي هيك، وهذا ما بين ما بيقدروا يطبعوه، بينطبع هو. تمام. احنا اخترنا اسمك شوي صح، فهمتك. يعني بطنتوه زياده. ايه. مو شوفوا الجين تاع شعر شباب، شيرات شباب بل بزاف. هذا مهبول. اه شباب لون جديد تخيبو والله، غير تخيبو. ثلاث الوان هذا حيطلع كثير مع هذا اللون، يطلع حلو، يطلع حلو. كل الالوان طالعه حلوه يعني، طبعا كل شيء كل شيء جميل، كل شيء ما شاء الله. البنات هنا راكم تشوفوا التطريز، هذه ثاني ما تروحش حتى لو كان نديروا لها ايبانغل ولا، ما غاديش تروح فاسيلمون. شوفوا الشيرات هاولا، هاولا لاين كينغ سيمبا، سيمبا تاعنا هاولا. شوفوا الشيرات لا دوبلور تاعها، شوفوا لا كاليتي تاع لا دوبلور، لا كاليتي تاع لا فيست، اللوغو هنايا ما شاء الله. يعني والله العظيم زعما راني نقول لكم راني في عين الحدث، ما نحكيش الصوره تتكلم.
هذا عندك صوره؟ صوره بكره تطلع. بكره تطلع. هو جديد امبارح والسلسة. يلا. المهم راكم تشاهدوا معايا وجيسبيغ يعجبوكم. اي موديل نروح الان؟ عندنا موديل الدبدوب. يلا نروح للدبدوب. هذا الدبدوب اللي راه مدفي روحه وداير بوني. هذا الدبدوب الحبوب. البنات البارح ما عجبنيش حبه ستيل كبار، راكي باغيه البنات حاجه واحده اخرى، ماشي مشكل اختي. شوفوا هذا الدبدوب شكل الرسمه كتير حلو، شكل الرسمه حلو، وهذا الرسمه هنايا تاني شابه. شوفوا لاغياغ نتاع ال، شوف شوف شوفوا شحال شباب في اللبسه، روعه. هذا روعه، هذا روعه. حتى الطباعه هون استخدمنا نفس الطريقه هيك، طباعه خارجيه يعني تجي الطبعه كامله ملونه. يلا منيح. لا حلو كتير ما شاء الله، حلو. اربع الوان، اربع الوان، البيج، البوردو، البوردو الاسود، واللون البني، والبني. والله غير كاع شابين. وطريقه التطريز نفسها يعني حاطينها على الكتان. ايه يعني ما تروحش هذه ثاني، ما تروحش تطريز. هذا ثابت الشيرة، تاكم تشوفوا باللي سلعه بحقها. هيا لا بضاعه بالحق تاعها، ما رانا نشوفوا ورانا نرماركو. ها شوفوا، ها حاجه جديده، هذا نوفو موديل 2023. ها فوالا، هذا كشغل بغاو يديروها على الموتشينيو، من بعد كينا شافوا باللي لي مارك بزاف قالوا ما نديروش، نخلو في الطفيلي داك الدبدوب والحبوب وكاع تاع تاع الاولاد الصغار، فهمتوا؟ هادو هما فوالا. دونك ثالثيام موديل اللي ما كناش شايفينه تاني، هذا الموديل، هذا الموديل البنات شوفوا، هذا الموديل وريته لهم. هذا الموديل شيله، تشوفوا الباش تاعها على الشباب، شوفوا الباش تاعها على الشباب، بزاف شباب. هذا هذا يبقى احلى موديل عندي انا، مازال ما طاحتش قيمته، مالغري كو دخلوا دي موديل بزاف، مي للسبع يقعد هذا زهرته واعره بالبزاف. الفيرساتشي بزاف شباب، فيه اربع الوان البنات. جاهزه الوانه؟ اي موجود، تري بيان. دونك ست الوان موجود مليح. هذا الباش تاعه، هذا الماغون بني، وفيه بوردو تاعه، فيه الفير، وما يقوله زيتي، حنا الزيت ما راهش عندنا. هذا الاخضر، وهذا الماغون، والاسود. ايه الاسود، الوان تقريبا الاسود. سرعه الجمله اخذته منه، كانت ما جاهزه الصور. ايه جاهزه الصور، صحيح انا ما حطيت منه، هذا ديتوه كملتوه بلا وقت البنات. ها شفتوه غير ملبوس، عجبكم تاخرت الصور تاعه. شوفوا تاني شباب بزاف، هذا صاي خدمناه. شوفوا باش تدو، ممكن توفروه لنا في صيف بيان سور. البضاعه كلها اللي تدخل في ورم تدخل في صيف. هذا فيه الالفي وفيه ال الورزاتش. ما قلعت لهش المنقوشه هنا، لونين بني واسود. ايه اللون تاعه البني والاسود، ها ولا الالفي، هلا، وهذا النوار. راكم تشاهدوا فيه، هذا تاني جاي كلاسيك سبور. شوفوا هنايا عندكم اون ديكوب جديده، شوفوا في لا كاليتي تاع السكاي. انا الجيب تاعه، انا الطبعه تاني ما تروحش. هذا تاني موديل فيه الالفي وفيه الفيرساتشي، صاي يجي كلاسيكي. اعطيني هذا تاني شيات المام ستيل كيما هذا، مولاهم واحد. ها ولا الموديل الجديد، هذا شوف قطيفة الطباعة بس مخمل. ايه قطيفة يعني تمام. انا راكم تشاهدوا البنات، هذا موديل تاني جديد. من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، اكيد. شوفوا هذا الدوزيام، ما شاء الله على هذه العبارة، راه عجبني موديل شباب كاين، دير به نرسل له. مرحبا بك. هادو فيهم دوزا مالوغوزمون، هادو يبدو من ثلاث سنوات، ثلاث سنوات وروح، ثلاث سنوات البنات، ثلاث سنوات ونروحو. الوغ البنات هنا وريت لكم تشكيله من الموديلات الجديده تاع 2023.
هنا يا وريت لكم بخيسك الالفي ايه اربع الوان الالفي تاني هذا الشيرات هذا تاني الالفي راه واجد هذا هذا جديد لا جديد لا اخذته اخذته منه يمكن ما بذكر والله ما بتذكر تخيل والله ما بتذكر انا اخذت اربع الوان بالبت الاخير يعني اسود ايه صحيح وفي يعني هلا عندهم ثلاثه بالاضافه للاسود والبني ايه الاسود والبني يعني انا اخذت هيك البيج والاسود والبني والزيتي قولي له ما يكبرناش السروال شفت شو عم تقول قالت زبونه قولي له لا ما يكبر البنطلون شفت قلت لك والله نفس الملاحظات على كامل الزب واحد اجى موديل البنطلون واسع شوي ايه بس هدول عادي يعني هي كلها قالب واحد قالب واحد الشيرات هذا قاع قالب واحد صاي قاع قالب واحد كله نفس الليك هي البنطلونات كلها هذه هي البنطلونات القالب البنطلونات اللي انت عم تاخذي منه القالب الضيق ايه الضيق انا بدي الضيق بس تذكر هالشيء ابو جمال بس ضيق تمام اي الشيرات لبسي الموديل ولدك هو واري ولد مش واري مشي ولدي يا الحاج جنة واري مشي ولدي ها ولا هذا تاني الماء هذا ما فرجينا هذا طلع التاني وجبه منه بس ما كانت العدد ايه بس الفرجين بس هي خلصت هذا اللون خلصت برايي البيج احسن مو البيج احلى والبني احلى ايه البني احلى هذا نزلنا منه وجبه هذا الشوكولا صح البنات اللي فرجيناهم امبارح ما كانوا مبينين هيك مصطفين منيح هكا دونك هنا هذا تاع هذا الظل منه للصافي هذا بيجي مع الجرافيك هذا كلاسيكي شباب هذا حتى القميص تبعه شويه يعني شباب بزاف هنا يا الجرافه تاعه يجي كلاسيك الماغو ثاني فيه شوفوا فيه الماغو اي البنات دوك نروحوا لهذا هذا راكم شايفينه عندنا في المحل هذا ثاني حاجه شابه هذا اديداس هكا يجي شتاني كاين هذا لو موديل البنات هذا شباب هذا هذا عندي وكل اللي بياخذوا عم يدعي لي قماشته كثير حلوه قماشته حلوه كثير ايه هذا كاع اللي راهي تدي منه راهي تدعي لي هذا تدو منه يعني هذا سعره مدروس حيت انه الناس ما بدها قطعه كثير غاليه ايه غاليه بدها هاد تمام شوفوا شوفوا الشيرات هذا الموديل جبتها لكم في لاغونتخي سكولير وما بقاش عاود خدمناه من بعد كينا تاني دومونداوه لنا في العيد وعاود جبتها لكم يعني هذا الموديل بزاف شباب الكاليتي تاعه ما شاء الله كيما راكم تشاهدوا معايا هنا فوالا وكاين تاني البنات تاع البنات غادي نوري لكم هكا حبات اللي غادي نجيبوهم فرجيني هذوك كمان وهذاك فرجيني هذاك خلاص غادي نوريكم واحد بالبوري ها هنا يلا هذا اول موديل هذا الاول حسبته ولدك المهم لبسيه للطفل ونشو ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله ماشي غير مرحبا بك الوغ البنات هذا هو الموديل الاول صاي هذا هو الموديل الاول يجي هكاك كلاسيك بربوري بيه بلا شوميز تاعه بلا جوب لا جوب شوفوها كيفاش تجي تجي بومبي صاي فوالا دونك هنايا راكو هنايا كاين تاني هادو لي غوب تاني شابين شوفوا شحال شابين هادو تاني شابين هادو هذا في منه فستان في منه تنورة يعني ما بيحب فستان مثلا في تنورة تنورة وجاكيت وأبيض شوفوا عاد شوف ودا حبيبتي اكدين على البنات خاصه ستيل سراويل وليفي كلياتهم عم يطلبونا على فساتين على بنطلون جين البنطلون جين مع جاكيت جلد كل العام هيك يعني هيك ترتيب الاسبوع القادم في موديل وفي موديلين بنطلون بس بيجي بنطلون عريض عريض ايه ومعه جاكيت جلد مو جلد كتان واحد كتان واحد دبل الاسبوع القادم يلا شوفوا الشيرات هذا تاني الموديل هذا الموديل هذا تاني الدوزيام شوفوا وهذا التروازيام
هذا اللي عجبكم البارح وقلتي لي شو قلتوا لي شباب، هذا هو هذا هو اللي قلتوا لي شباب. وعدتينا تجيبي لنا قش تاع 4000 دينار. راني قارع اختي، راني قارع فيهم يرسلوا لي. شوف هاد، شوفوا تاني حوالا الماغا، شوفوا 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 بزاف شباب. كلاسيك مع سروال جين، كلاسيك مع سروال جين. هذا شفتوه عندي في المحل، هذا راني نخدمه لكم ملي. هذا شباب بزاف. عندكم كي شباب ستيلات؟ عندكم تكو يا لالا؟ عندكم هذا حلو كثير. شوفوا شعل شباب ستيلات. هذا طاكي غادي يجي كل لبسه القمر غادي يجيها مهبول. وعليكم السلام ورحمه الله. ها ولا اربع الوان البنات، بيجي مع حقيبه وجوارب. تري بيان، الحقيبه حلوه. شفتوا الشيرات توب توب اختي حوايجك الله يبارك. جاتني لا كوموند دروك روعه، واختها تجيبينا لي موديل تاع الله يسلمك. ماشي مرحبا بك، غيبت شويه على مول الدار حواجه ولا يمي روحكم بعد سهل. ها الشيرات، ها شوف في الحدود الاسعار. دوك نعطيكم دروك الاسعار، دوك غادي نعلقوا له على الاسعار، لازم نعلقوا له على الاسعار. دوك يعطينا الاسعار نتاعه ويعطينا يبرر لنا علاش الاسعار هذه وعلاش ماشي هذه، باش هكاك حنا نكونوا سيغ باللي رانا خادين يعني بضاعه شابه، وهو تدي يبرر لنا البضاعه تاعه. اي نبدو بسم الله. كيما باغ اكزومبل هذا هنا رانا نشوفو موديل فيه 5 قطع. هنا هاد الموديل فيه 5 قطع راكم تشاهدو، غادي يوريه لنا بالتدقاق. هنا عندنا التنوره، التنوره طبعا التنوره الى كمر كمر تمام. عندنا الجاكيت صح، بروش بيتركب بتغير مكانه صح، قميص تمام نعم، وفي عندنا الشنطه وفي عندنا الجوارب. يلا الجوارب زعما ليبا 5 قطع، 6 قطع زعما مع البروش صح صح، لانه البروش كمان عم يشتغلوه ناس ثانيين. كلفته 1 دولار سما غير البروش البنات بدراهمنا 22000 غير البروش. مشغول غير البروش يعني ايه تخي بيان سما يشتغلوه باليد هذا بالضبط صح. والصاك والجوارب والصاك تخي بيان. دونك هنايا البري تاع هذا قداش سعره؟ 30 دولار، يعني لازم يكون بيعه من 58 من 850 حتى 950. هذه قاعد تشوف سقسوه ارجو تشو، يعني لازم يكون بيعوا نحنا عندنا ب 8500 دينار اقل شيء تمام. الان بدي بس اسالك ابو جمال الله يخليك حتى يا نعرف. افتح لك قطعه، ايه افتح لنا قطعه، افتح لنا بس قطعه ويعني هذا بالربط ربط اها هون زرار نظامي تمام. القميص ما يجي شفاف مو؟ لا لا مو شفاف، ما شفاف هيك انا ايدي تحته ما شفاف. ايدي تحتك تمام، هيك ايدي تحته. شوفوا الشيرات راكم تشوفوا تشاهدوا، هايا لا ماشي شفاف. التيسو تاعها كيما لي شوميز تاع الكبار، يعني التيسو تاعها كيما هذوك لي شوميز تحت 380 تاع اللي نشروهم حنا الكبار. طبعا عملناهم كم طويل، داروهم كم طويل، ما هنا راهم معدلين فيه البنات، راهم زايدين فيه هذه. وان بلوس دو سا الكلاسيك تاعه جاي سميك هذا فوالا. هنا فيه بروش ولا جوب تاعه صراحه مخدوم فيها غايه. دخلت خطره لواحد الورشه قعدت نشوفهم كيفاش يطلعوا هذه، ماشي بالساهل، يدخلوا واحد الخيط هنايا ويقعدوا يجبدوا فيه يجبدوا فيه يجبدوا فيه حتى يطلع. ايه بعرف، شفتهم كيف عم يشتغلوا، يعني لحتى شفتهم حتى عرفت انه الشغله ما سهله. يعني شوفوا هذا الشيرات، هذه الخدمه ماشي سهله، تما يدخل واحد الخيط هنايا ويبداو يجبدوا باش تطلع بهاد لافاصه، ماشي واجد. مام هذا عندكم شوفوا، ها شوفوا خيط يقعد هكا ينجبد يدخل فيه ما بينو، شوفوا لافينيسيون كيفاش فوالا.
مالا فوالا راه عجبني موديل شباب كي ندير به نصور عليه يا اختي صوري وهنينا فوالا. دونك هنايا دونك الاسعار راهي ما بين 28 ل 30 هايك 26 والولاد الولاد قلت لكم لي لا فونت تاعهم اونصومبل كومبلي تحيا الولاد زعما والله الولاد تهني راسك تشري لها كيما هكا وتهني راسك هذا بكره تطلع صوره هذا بكره تطلع وهذا بكره تطلع صوره هذا الصور جاهزه اليوم ننشرها يلا هذا اعطيني صوره منشان يلا هذا جديد امبارح نشرناه وهذا جديد مليح الله يبارك هذا موديل كثير قوي بكره بجهز التكرار تبعه الوجبه الجديده مليح هي بكره نشحن لها ان شاء الله تخيبي دونك فوالا البنات كيما راكم تشاهدوا معنا دونك البضاعه راهي جاهزه ما شاء الله البضاعه كلها جاهزه هاي هي وظلت تحت هذه البضاعه كامل راهي جاهزه ما شاء الله يعني جاهزه للشحن ان شاء الله يا ربي نكونوا جهزنا لكم كاع واش راكم حابين الموديل اللي عجبكم بحثوا لي والموديل صاي انا وليت سوريا صاي عداوني والموديل اللي ثاني ما عجبكمش ولا عفسه كيما هكا باش نعدلو فيه كاش صوالح ولا كيف كيف زيدوا بحثوا لي صاي ولينا السروال تاع السبع هذا السروال تاع السبع ها هذا السروال تاع الاسد هذا ها ولا السروال شوفوا شعر الشباب ها ها لا شوف بزاف شباب شيرات كل الالوان تطلع حلوه كله يطلع حلو هذا تغيير عن نمط الجلد يعني في الجرائم بتقول بدها تغير عن الجلد بدها تغير صحيح هذا غير الجلد هذا كتان غير الجلد هذا كتان غير الجلد صحيح والله هذا غير الجلد حتى الجلد ايه فيه تمام فيه يعني. الجلد ها ولا مستمرين بالجلد ان شاء الله هو دورنا هذاك الانسامبل التالي هذا ولا واش قولي لهم يطولوا في الجيبات يوصلوا لهم حتى للركبه ايه صحيح في كمان مشكل كمان مو كانه الجواكيت شوي قصيره الموديل يجي شوي قصير انا نحنا اذا في مجال للتكرار هذا شويه نطوله لحتى يصير يوصل هون لانه هن لما هو يوصل هون الزباين لما يشوفوه قصير شو بيعملوا يكبروا السن يزبط معهم بالجاكيت بس ما بيزبط مع بالبنطلون فهمت يعني ان شاء الله بالوجبه الثانيه ان شاء الله نكبروا غير شويه كان 5 سنتيمترات ولا صحيح هاني قلت له الشيرات هاني وصلت الميساج تاعكم فوالا البنات دونك بوغ فينيغ لو لايف نتاعنا نقول لكم البنات دوك نعاود ندير لكم ان اوتر لايف اللي تشوفوا فيه ان شاء الله دوتر موديل صحيح إذا واحد دولار يدير 22 يعني القطعة كاملة بثلاثين دولار يعني بدرهم ما يدير 660 هكاك إيه واحد دولار بس البروش والتيسو وكل شيء سما واقف وما يخرج لهم فيها هذيك ما يدو فايدة تاعهم فهمتي مي كاين اللي يدي فايدة تاع 5 دولار وكاين يدي فايدة تاع 14 دولار ماشي كيف كيف فهمتي وكاين هادو باغ اكزومبل هما ما عندهمش مصانع كاين اللي المصنع تاعه هو يتحكم فيه ويبيع غالي فهمتي دروك كل عفسه وراهي وكيما باغ اكزومبل تاني هادو راه بعدا كيفاش بداو راكي معايا عندهم دي بوتي زاتولي اللي يخدموا معاهم دروك هنايا باغ اكزومبل هاد الموديل لو كان يديها واحد يصنعها واحد عنده الورشه هو بالذات تسقام له موانشر مي هما عندهم بزاف مصاريف فهمتي شغلهم راه عاد بادين جدد سما يديروا هاك يخلصوا منا يخلص هذا التي الاخر الامبالاج تاعه وكاع فهمتي بصح ماشي كيما اللي يبيعوا ب 10000 قطعه في الموديل اللي يبيعوا ب 10000 قطعه هما اللي لازم يدخلونا يديروا دي بري ناقصين فهمتي هذه هي العفسه هو ده الاخر اللي لانزار وفير في حدا السبع بلازير فير
أخ ما فهمتهش. شوفوا هذا شعل شابة هاد لابيس. شوفوا لابيس هذه شعل شابة. هذه في اللبسة تجي شابة بزاف. غير ديفوا عبالكم ديفوا أنا ينرفوني هادو لي ماكا لي صوروا لهم. حنا لو كان تصوري غير فيديو هكا يبان الموديل بيان. شوفي ها شوفي هادو سي دي روب مانيفيك. ما يجو جيبات ما يجو دي روب بزاف شابين. حبيت ندير طلبيه وما رديتيش في الميسنجر. طلبيه تاع القطعه في الواتساب 0784 وتاعي عند الجمله 0554. فوالا فوالا البنات هادو هما. قولي لنا اسعار ملابس الاولاد. اسعار ملابس الاولاد تاني 29 28 ما تفوتش 29 عندهم. هادي اللي ما تفوتش 29 وليدي بيان سور كميات ينقصوا لها زوج تاع دولار. كميات يعني من 20 سيري الفوق. من 20 سيري نورمالمون من 20 سيري الفوق عندكم تشكيله تاع 20 سيري عندكم 2 دولار ناقصه. فهمتوا 2 دولار هي 40000. سي بور سا دي فوا انا كي ندير لكم كميات تلقوا عندي 50000 ناقصه 40000 ناقصه على حسب الشحن. صاي راني ندير لكم كيما هكا البنات باش تفهموني راني كل شاف بكل شفافيه معاكم. فهمتوني فوالا. هذه هي الشيرات. هدى جيب لي انصومبل لي جوب ديالو ا 40 دي عليك ب 12000. جيب لي يا حوجي على غوايوم. هدى ورينا هذاك بالفيرب النوار. هذاك الفيرب النوار وين الفيرب النوار وين راه؟ ولا الفيرب النوار راهي على هذا. هذا راكي على هذا اختي. اها المهم فوالا الشيرات. دونك غادي نحبس لكم لو لايف. الاعمار قلت لكم من 3 سنوات ل 14 سنه. الموديلات راكم كاع شفتوها معانا. راني كاع وريت لكم لي موديل اون برينسيب كاع شفتوهم. خد راه نحبل عليه لا غالب. قلت الراجل هذاك هو اللي نديه. يا حوجي بايت تديه مليون و 200 شتي او نتوما خسرتوها علينا. ها شتي كيفاش. المهم الشيرات شحال اكبر واحد اولاد 14. الشيرات خلوني نحبس كلحت باين نشرب الماء. هي تهلاو لي بزاف في روحكم ودوك نعاود لكم لايف.